بونس مزيد كان قبل العباد هذا من الجمعية. الحمد لله 3 بوان يخليونا ديما قراب لللقب نتاع البطولة. إن شاء الله نكملوا نخدموا على رواحنا ونحاولوا إن شاء الله المجهود الجايين نسهلوا على رواحنا. كمان علي يظل أصعب في الشامبيونات بيان سور كان لا قدر الله اليوم عملنا فوبا كنا نجموا نبعدوا شوية على ليتوال، مي الحمد لله 3 بوان جاو في وقت كبير برشا، انتصار مهم بعد التعب هذا كل الحمد لله. كنا على البارتي وانتصار في دقيقة 94 اليوم. غسرة كبيرة اللي الجوار معناها يحس هو وقت اللي يبدا يكور يحس اللي ماتش صعيب برشا، ايكيب جاية مسكرت لك اللي حاولنا معناها ندخلوا على اليمين على اليسار في الوسط مسكرين برشا ما فهمتش انا جايين هكي الكرة تو هكي الشامبيونات تاعنا كو ماذا به تو يجي يقلع منا نقطة تسمى ربح ولا تسمى عمل حاجة كبيرة كبيرة كو. اليوم ظهرنا اللي احنا كيف عنده شخصية قوية، كيف معناها الكل عندها قلب واحد، ان شاء الله تو نوصله هكا. الماتشوات مازالت صعيبة برشا، مازال معناها قدامنا برشا ماتشوات زادة جايين كاسحين برشا، ان شاء الله قدم خير وذكا وربي معنا. كان بيبليك سي سي اس لدقيقة 94 هو مع جمعيته اليوم. تشوف معناها السنة يظل كانت معناها عنده كلمته يظل يدز معنا برشا معنا، الجمهور أكيد لازم معناها يدز معنا وإحنا لازمتنا نفرحوه. توا لازمتنا كنا معناها نواصلوا هكا، مازالوا ماتشوات أكيد صعب برشا. ان شاء الله السنه ان شاء الله يكون عام تيتر بقدره رب. غاتي على الاغريسيفيتي على ديال غاني جو ديري اليوم سيغ لونسومبل دو تو سا معناتها ستادير ان ميريت تكنيك ا مي جوور كي جو فيليسيت بور لور ميريت تكنيك اللي هو جاب في الاخر لو ماتش اوسي لو ماتش اي تي غاني باسكو كون لوفي او نو لا شانس نو سوري كو براف اليوم نو زيتيون دي براف. الولاد ils ont eu l'état d'esprit positif et اللي تخاولنا باش نربحوا الماتش باه كان نجم ما نربحوش مي on a cru jusqu'au bout et on a fait plier le destin du match. voilà شي التغييرات بتاعك المره نوع هو مره نوع التغييرات اليوم مثل قبل تخرج دخل سماحش بعلي معلول يمكن il y a pas une recette il y a les exigences du match l'objectif du match l'état de forme des joueurs l'équipe adverse هذو ما sont des paramètres باش واحد يعمل يعمل les changements نتاعو. alors aujourd'hui on a vu que il fallait procéder par les décalages c'est pour cela زدنا اكثر دي جوار sur les côtés. D'ailleurs, le but, voilà, le penalty créé par Alain, parce qu'il était en décalage par rapport à la condensation du joueur, parce qu'il y avait une densité de joueurs dans l'axe. Alhamdoulilah, فهمت j'ai été à l'instant, j'ai le coura, قررت باش نعمل فانت. هو عمل لي معناها شدني ديفونسور معناها من اللوطه. جات بلانتي صحيحه الحمد لله، ان شاء الله ديما منتصرين، ان شاء الله المهم علي ماركه وان شاء الله ربي يوفقنا، ان شاء الله ديما منتصرين. كان بيبليك سي سي اليوم اي بيبليك انورمال والله مش كان اليوم، اليوم زاد اكد اللي هو معناها القوه الاولى اللي في الفريق قاعد يهز فينا ويعاون فينا القدام، ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نكملوا هكا يا ربي. الحمد لله الحمد لله، معناتها تحطينا تحت ضغط كبير خاصه في الدقائق الاخرى كما مباراه المتلوي، مباراه صعيبه ومباريات صعاب الكل الحقيقه اللي قاعدين نخوضوا فيهم في الاونه الاخيره. هذا يفسر معناتها خاصه الجمعيات اللي تلعب لنا قاعدين تلعب بحافز كبير، قاعد تلعب معناتها تنظيم كبير، ما نشكوش في انه نادي معناتها شباب القيروان قدم مقابله معناتها على المستوى التكتيكي وهذا ما معناتها ما وانا باي تي سوربري على خاطر في الاليت تقريبا عملوا نفس المقابله هذه، كنا متحضرين. لكن اللي نحب الاهم من هذا الكل هو فما برشا حاجات ايجابيه، منها معناتها البوزيسيون دو بال، منها معناتها اون سيكري دي سيتياسيون بوكو دو سيتياسيون معناتها اوفنسيف، نوعنا في اللعب نتاعنا ما قلقناش، قعدنا نامنوا، وهذه معناتها من خصال الفرق الكبيره اللي تلعب على القدم.